ربنا قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. دي الآيات من سورة الأنعام. إخوان القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ بالله يلقى بيقول لك هسه نحن قرينا مع أبويا الشيخ فلان والشيخ بتكة والشيخ بشنو وحفظنا القرآن. يا القرآن اللي حفظكم له يا هو كلام الله ده ولا غيره؟ كلام الله ده؟ كلام الله واضح يا إخواننا، كلام الله عقيدة صافية واضحة ولا فيها نقاش. دي في سورة الأنعام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قرآن واضح جدا، قرآن واضح جدا كويس، لكن أي زول مرضان القرآن ده ما بينفع معه. أكلمك النصيحة، أي زول قلبه ده مرضان القرآن ما بينفع معه. يقول لك يا مولانا ما تنبذونا، أستنبذك منه؟ أنا أديت القرآن أنبذك منه؟ واحد كده أكان مرضان في جامع من جوامع أخواننا والإمام بيصلي بهم بس الصلوات، وفي الصلاة بيقرأ لهم آيات التوحيد زي دي كده، أنت عارف؟ طلعوا برا الجامع قالوا الإمام ده قاعد ينبذنا. نبذكم قال شنو يا ناس؟ قالوا بيقرأ لنا الآيات اللي بتنبذنا. في آيات بتنبذ؟ يا ناس في آيات بتنبذ، لكن القرآن ده ما بيعالج المرض. وأنت قلبك ده مرضان، قلبك مليان بالشيخ، غرقان عقيدة، يقول لك أبويا الشيخ ده ها تراب وبركة. واحدة هناك في حلتنا قالت بتنادي الشيخ، قالت اسمه الشيخ الصديق، قالت له يا أبويا الصديق أدينا نظرة وكان قلت لا لا هم استمر، ولا شنو الغنية ديك ولا شنو جابتها زي الغنية. الشيخ الصديق بتاع شنو يا أخي؟ بتنادي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيسمعك، قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي أنده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بديك ولا ما بديك؟ شنو تقعد تسوى لي كل مرة شيخ وكل مرة نديها وماشي لم يلك تراب، وتراب ببيعوا كمان، ببيعوا التراب بيع في شنو يا اخواننا؟ يقول لك ده بركة. البركة وين؟ قصوا يا اخواننا، اكان في ترابا بيبقى لك بركة ها وبيبقى لك شفاء. الناس ما كانوا خلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بترابه لأسا، الصحابة دفنوه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذو شال ترابه، وقبور الصحابة موجودة الآن في البقيع وفي مقبرة شهداء أحد، ما في ذو سفة ترابة ها ولا في ذول شال منا حصحاص. عشان كده يا اخواننا لما نرجع للقرآن بنلقى انه العقيدة الصحيحة هي ان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الجنة دي قريبة من الموحدين، بس تقابل ربنا من غير شرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أها والثانية قال ومن لقيه يشرك به شيئا بيمشي وين؟ دخل النار.